اهلا بكم من جديد. قرر اتحاد الكره تقديم دعم مالي لانديه الدوري المصري لمساعدتهم على دفع رواتب اللاعبين والاداريين في ظل توقف المسابقات الرياضيه وقله الموارد الماديه المتاحه للانديه حاليا بسبب فيروس كورونا. وفي سياق متصل اعلن مجلس اداره النادي الاهلي عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية عموما والإدارية والطبية في كل القطاعات والألعاب الرياضية لمدة 4 أشهر بداية من إبريل الجاري وحتى شهر يوليو المقبل. واستقر المجلس على عقد اجتماع آخر لإعادة تقييم الموقف المالي بعد انتهاء فترة 4 أشهر لاتخاذ قرارات أخرى تتعلق بالمرحلة التالية حول تأثر كرة القدم المصرية بشدة بسبب فيروس كورونا. وطبعا في العالم كله انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الدوحة محمد الجزار الصحفي المتخصص في الشؤون الرياضية. برحب بك أستاذ محمد. أهلا بك تامر وبكل المشاهدين الكرام. طبعا الكرة المصرية والعالمية بشكل عام يعني تعرضت لهزة كبيرة جدا بسبب توقف المسابقات على خلفية فيروس كورونا، لكن الدوري المصري يتكون من أندية عندها مشاكل مادية بالأساس، هي بتعتمد على الإعلانات على عقود الرعاية، ودي ستتأثر كثيرا بتوقف المسابقات. كيف ترى مستقبل الكرة المصرية في هذه الأزمة؟ بالتأكيد المستقبل لا يبشر بالخير على الإطلاق. يمكن وضع الأندية المصرية مختلف تماما عن الأندية العالمية. لما بنتكلم يا تامر وبنقول إن أي نادي في العالم أو أي دوري بيكون ليه خمس نواحي من الإيرادات، بنتكلم عن منتجات الدعاية، بنتكلم عن تذاكر المباريات، المراهنات، التسويق أيضا. عندك في مصر المراهنات طبعا مش موجودة ولا تذاكر المباريات، لأن المباراة تقام بدون حضور الجمهور، فبالتالي أنت عندك خلل في الناحية دي أساسا، وعندك مشكلة بالنسبة للإيرادات. يمكن الأندية المصرية في بداية الأزمة لما حصلت الأزمة البعض قال إن المشكلة قد تكون في مدخول الربح، الأندية لن تحقق الربح المطلوب لأن خلاص ما عادش في نشاط رياضي فما فيش إيرادات. المشكلة بعد ذلك مع استمرار الأزمة وتوقف النشاط الرياضي أنت بتدخل بقى في أزمة أكبر جدا، إزاي أن أنت توفي الالتزامات اللي عليك من رواتب لاعبين، من رواتب موظفين، كمان عقود لاعبين بنسبة كبيرة. أعتقد أن استمرار الوضع بالشكل ده طبعا يا تامر قرار اتحاد الكورة بدعم الأندية بداية من الدرجة الأولى يمكن لحد الدرجة الرابعة من الدولة ده قرار كويس جدا، لكن لازم في حلول بره الصندوق عشان يتم التعامل مع الأزمة دي. يمكن مصر تقريبا الدولة الوحيدة أو اللعيبة الوحيدين في العالم اللي خلينا نتكلم عن طبيعة وشكل هذا الدعم، لأنه هل واضح الدعم ده هيكون على أساس إيه؟ حدوده قد إيه؟ بناء على إيه من بيختلف من النادي ده للنادي ده على أساس إيه؟ لأنه الحقيقة الدعم كده في المطلق مش هيكون كافي، يعني مجرد ذكر إن إحنا هندعم من غير ذكر التفاصيل مش هيكون مريح للأندية. خلينا ناخد يا تامر مقارنة زي ما انت قلت في البداية، تأثير الأزمة على الأندية أو الدوريات العالمية وأيضا الكرة المصرية. خلينا برضو نقارن الكرة المصرية بالكرة الهولندية مثلا على سبيل المثال. الكرة الهولندية الاتحاد الهولندي أعلن أن في 11 مليون يورو دخلت خزينته من تبرعات، من دعم شركات راعية، من لاعبين ونجوم هولنديين خارج هولندا محترفين في أوروبا زي فيرجيل فان دايك، أسماء كتيرة جدا دعمت عشان تدعم الأندية حتى منها أندية هواة. لكن انت تيجي عندك في مصر انت بتتكلم زي ما انت بتقول فعلا دعم مطلق لأندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة ويمكن بعض أندية الدرجة الأولى. طبعا لا توجد أرقام معلنة حتى الآن، ربما تكون هذه الأرقام أو هذا الدعم مجرد فقط ل تسيير المركب عشان الدنيا تمشي شوية، وده دعم من الدولة، لكن لازم نقتدي بالتجارب الخارجية نشوف ازاي النادي زي برشلونة تامر بيخفض عقود اللاعبين بما يقرب من نسبة 70%، لكن للأسف تيجي لمصر قبل كورونا مثل بعد كورونا الأندية بتفاوض
للتعاقد مع لاعيبه جدد ارقام بالملايين، تجديد عقود اللاعبين، ولنا في احمد فتحي خير مثال ايضا بارقام فلكيه. وهذه الانديه لا تعلم اذا كان اصلا النشاط الكروي سيستمر، ليس في مصر او في افريقيا وربما ايضا في العالم، لا تعلم اذا كان ستتمكن من الايفاء بهذه الالتزامات ام لا. فاعتقد ان الحماقه يعني اعيت من يحاول ان يداويها بهذا الشكل، كان الانديه المصريه بتغير خارج السرب ولا تعلم ان في ازمه. مساله الدعم الدوله ان استمر شهر لن يستمر صحيح. شهرين او ثلاثه او اربعه، لازم يكون زي ما قلت لك في حلول خارج الصندوق. الناس قوي. الانديه يعني شفنا الانتاج الحربي خفض رواتب اللاعبين. الدوله لو راحت للاهلي واديته 10 مليون جنيه ده رقم بالنسبه للدوله كويس، وبالنسبه يعني هو رقم كبير، لكن في التزامات الاهلي ربما ياخدهم لاعب محترف واحد في 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 فتره قليله، فبالتالي التزامات الانديه المصريه بقت كبيره جدا، فده يخلي الوضع اصعب. مهما دعمت الدوله ومهما دعمت اتحاد الكوره اللي هو برضه ما عندوش موارد كبيره، هيكون الامور صعبه. طبعا 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 يا تامر، انت بتتكلم في مساله مش انت ما بتدعمش مثلا انديه الدرجه الثالثه او الرابعه لاعب بيبقى عقده 50,000 جنيه او 20,000 جنيه، لا انت بتتكلم مثلا في الدرجه الاولى لاعيبه عقودها بالملايين، ولم يخرج اي لاعب حتى وقتنا هذا ليقوم باي مبادره لتخفيض راتبه او التنازل عن جزء من عقده لتمشي الامور وتسير المركب بشكل سليم جدا، لان طبعا في ناس مرتباتها قليله، في عمال وفي موظفين وناس ناس موجودين رواتبها قليله جدا مقارنه بهؤلاء النجوم الكبار. لكن للاسف النجوم عندنا او اللعيبه منشغلين حتى في عز ازمه الكورونا للتصريحات والخروج على الفضائيات والحديث عن الاهلي والزمالك وجوزيه وغيره من الامور اللي الحقيقه وكاننا في عالم تاني يعني. طب الامور دي تتحل ازاي يا استاذ محمد؟ هل بالتراضي؟ لانه انا كلاعب محترف في نادي ماضي عقد، مش مشكلتي ان النشاط توقف ولا ان في ازمه، انا راجل برضو عندي التزامات وعندي مصروفات بعتمد على اللي بيجي لي دخل من لعب الكوره، بالتالي هل الامور على حسب مقدرة كل لاعب ان هي تكون مبادرات من اللعيبة، ولا هل في بنود في التعاقد بينص انه في حالات الطوارئ يحصل كذا؟ ازاي ده ما بيكونش واضح؟ شوف عمرو يا تامر، في نقطة مهمة جدا قالها عمرو فهمي مسؤول التسويق في شركة بريزنتيشن في حوار لجريدة أخبار جريدة الأخبار، لما سألوه قالوا له دلوقتي أنت ممكن الأندية ترفع قضايا على الشركة وتطالب بالعقود، رد وقال ببساطة جدا إن في حاجة في العقود اسمها الظروف القاهرة، ان انت دلوقتي الشركه ما بقتش تقدر انها تسد الالتزامات للانديه لان ما فيش نشاط رياضي وما فيش ايضا ايرادات بتدخل للشركه دي. حتى لو انت جيت تلجا للفيفا، وده انا بضرب المثل بالشركه ليه، لان برضه هاجي اقول للاعب، خلي اللاعب دلوقتي النادي يقول انا ما عنديش مستحقات او عندي فلوس ان انا ادفع للاعب، اللاعب راح يشتكي للفيفا، الفيفا هيقول له ما احنا دلوقتي الظرف الراهن اللي موجود على كل العالم. فاعتقد ان الامر والحل بمنتهى البساطه ان لازم يكون اللاعب يشعر بالمسؤوليه ناحيه المجتمع وناحيه النادي اللي بيلعب فيه والنادي اللي اداله ملايين كمان، وده بيحصل يمكن من معظم اللعيبه في كل الدوريات في كل انحاء العالم. كل اللعيبه الكبار دلوقتي بتبادر وبتقول انا لازم اقف مع المجتمع ولازم اقف مع النادي، لازم انا ابادر شخصيا، اما بمساله التنازل عن جزء من العقود، مش هقول لك جزء كبير، تخفيض الرواتب لشهر او لشهرين، يعني يكون في فلكسبيليتي في الموضوع على حتى نشوف الأزمة هتنتهي بأي صورة، لأن الحقيقة الوضع بيتأزم يوم بعد الآخر، والتجاهل إن في أزمة وفي مشكلة وفي أندية على حافة الإفلاس، كل المنظومة ستدفع الثمن فيها، بداية من اللعيبة المحترفين أو أيضا اللعيبة المواطنين، وعلى الأندية كمان يا تامر إنها تتحلى بالمسؤولية. ما ينفعش النادي الأهلي يطلع يقول أنا عرضت على أحمد فتحي 11 مليون في أزمة زي كده، وأحمد فتحي لا مش عاجبه عايز مبلغ أكبر، أوكي من حقه طبعا يأمن مستقبله وكل هذه الأمور، لكن إحنا في وضعية دلوقتي يا جماعة، هل أنت دلوقتي المسؤولية المجتمعية هتقدر إن أنت توفي بالالتزامات دي؟ لازم إحساس وللمستثمرين وغيره، في مسؤوليه اجتماعيه ايضا للاعيبه الكوره، شفنا ده مع ليفربول وشفناه مع انديه عالميه، لكن حتى الان ما فيش اي مبادره مصريه. بشكرك شكرا جزيلا محمد الجزار الصحفي المتخصص في الشان الرياضي.